ارجع قليلا إلى الوراء، من هو الفنان المفضل في شبابك وكيف كان إعجابك به؟ الصور الكبيرة المعلقة لأحد المشاهير على الحائط، التحدث بطريقته وامتلاك مشاعر عاطفية تجاهه، أمور طبيعية تحدث في فترة مراهقة ربما. لكن الترصد والهوس المفرط بالتفاصيل يمكن أن يكون مؤشراً على تراجع الصحة العقلية. هذا الاضطراب يعرف باسم متلازمة تقديس المشاهير، وهو مصطلح صيغ لأول مرة في دراسة أمريكية نشرت عام 2003. لكن المتلازمة تنقسم إلى درجات. المستوى الأدنى هم المعجبون الذين يشعرون بتحسن بمجرد التحدث مع شخصيتهم المفضلة. المستوى المكثف هو الوسواس بأن أحد النجوم هو رفيق حميم. أما أخطر المستويات فهي أفكار وخيالات متطرفة فيما يتعلق بالمشاهير، مثل إنفاق آلاف الدولارات لتغيير المظهر والتشبه بفنان ما أو حتى استخدام العنف.